كتكون في شي علاقه مع شي بنت وكتكون عايش معها واحد الحياه طبيعيه وزوينه، كتكون كتبغيها وحتى هي كتكون كتبغيك بزاف، حتى لدابا كلشي مزيان. واحد النهار كتفيق على واحد الميساج ولا شي ابيل ولا نيمبورت، كتقول لك البنت باللي صافي انا ما بقيتش مرتاح معك في العلاقه، انا خصنا نساليو. كتقول لها علاش؟ كيفاش عطيك دوك السبات الخاويين؟ قال لي انت حيت كاع كتعاملني هادي كدوي خايب ما كتبدلش ما باغيش تبدل. كتقول لها فين عمرك اصلا قلت لي انا بحال هكا؟ قالت لك انا شحال هادي نصابر عليك. المهم كتعطيك شي سبات ديالك كتقول لك صافي خونا قلب عليا. فخويا اللي غادي نقول لك في هاد اللحظه هادي البنت كتكون ديجا شاده واحد اخر، هادي كتسمى الماكي برانشين. معروف هاد القضية سيرو قلبوا عليها. ان شنو البلان ديال هاد الماكي برانشين؟ ان القرد فاش كيتسلق شي شجره باش ياخذ منها البنين او القرده او نيمبو، كياخذ ديك القرده باش ما يطيحش، كيشد في واحد العمود ديال شجره اخرى، وهنا كيبقى شاد داك التوازن. يعني فهمتي الا ما شدتش لي هنا غتشد لي هنا. هذا هو البلان اللي كديروا البنت مع الدري. وكاينين شي دراسات كيقولوا بلي 50% ديال العيالات عندهم هذا البلان هذا، والبنت او البنت بصفه عامه كتبغي ديما الافضل، كتقلب ديما على الافضل. يعني هي معاك في علاقه مي راه كتقلب ايوغ على شي واحد يضمن لها حياتها محسن، يضمن لها حياه زوينه محسن. كنقول شي 50% تقريبا الدراسات اللي قالوا 50% ديال العيالات. فداك الشيء علاش نعطيكم بزاف الحوايج وسمعوني مزيان. الا كنتي في علاقه مع بنت بديت كتنقص في هضرتها باش كتبدل، الا كنتي دارت لها روتينه وروتينها تبدل، يعني مثلا كتعيط لك في واحد الوقيتات ولات كتهرب من الجواب كتلقاها طالعه اونلي كتقول لك لا حقه ما حقه كدوي مع صاحبتي راه كدوي مع خونا الثاني. يعني الا بداو كيبانوا لك مجموعه ديال لي سين. بلان الثالث الا بدات كتلومك بزاف، يعني انت ما كديرش، انت خيب، انت ما باغيش تبدل، انت هادي انت هادي انت هادي، فهذيك الساعه فهم باللي البنت راه براس على واحد اخر. وده ديك البلان ديال المانكي برانشين. هذاك الشيء علاش انت خصك تمشي تسلات وتهرب، وياك وياك ثم وياك ترجع معاها، حيت هذا لو تيب ما عندك ما دير به. شنو هما الحوايج اللي كيعجبوا البنت في الدري؟ هما الحوايج اللي كتبغي البنت في الدري كوتي فيزيك زعما. شنو هما الحوايج اللي كتبغي البنت اللي كتاثر البنت فاش كتشوف شي دري كتقول واو على دري؟ شنو هما الحوايج؟ اول حاجه انا جو خوف على حسب الاوبسرفاسيون ديال الناس اللي كنعرفو، البنات اللي كنعرف ديما كيهضروا على لاباغ، الناس كيحماقوا على الدراري اللي عندهم لاباغ وتكون لاباغ مقاده، ماشي هذيك اللي كتكون لا راه مزوجين كون عافية كملي اللي كتكون مقاده. ثاني حاجه الكتاف، الراجل ولا الدري ملي كيكون عنده كتاف فريمون كيبان فحال يفا بروتيجي، كتعطيه ديك الاورا ديال سي كيكان دو بروتيكتور. واحد النقطه حنا هادشي كنقولوا في اطار المعقول، زعما البنت ملي كتصعد فشي دري والدري تا هو كيتصعد في البنت، في الاخر العلاقه كتمول الى الزواج. حنا لا نشجع العلاقات خارج اطار الزواج. انا عارف الناس كيكومونتيو والكومونتيرات وانتوما كتشجعوا، حنا كنشجعوش على هذا الشيء، كنشجعوا على الزواج. كمل سمحي لي قاطعتك. كمل كمل. ثالث حاجه العروق ديال اليدين ديال الكتاف، وهنا البنات كيحماقوا، البنات سي فغي وي سي فغي العروق ديال الدراري اللي كيكونوا هنا شي حاجه اللي كتاتيري اي بنت، جو كومبخون با علاش، مي سي فغي. هنا فين غادي ندوز لي من وراها هي اليدين، اليدين ديال الرجال ملي كيكون بحال هكا كبار ايتو معرقين ومقادين ونقيين نقيين تفار نقيين اهم ديتاي ساتيغ لاتونسيون. عاوتاني واحد الحاجه كنبقاو حنا البنات كنشوفو فيها بزاف، شنو لابس في الرجلين؟ فغيمون والله كنشوف ديما شنو لابس في الرجلين. ساب ديال الدراري الا كان داكشي نقي ومقاد ايتو كيعرف كيبان راه نقي هو من الداخل ومن برا. حساتي ليماج لوغ عاد عاوتاني يكونوا سنانو ماشي بالضروره مقادين ولكن نقيين. عافاكم الدراري خصو سنان والله، راه ما كايناش ديك الثقافه ديال الغسيل ديال السنان بزاف عند الدراري، ماشي بحال البنات. البنات ما ديما نقول الدراري راه بزاف ما كيغسلوش سنانهم. انا صامي شوك السنان اوما يكونوا نقيين، ما كناش يكونوا بيضين ولا يكونوا مقادين ولا شي حاجه با دو تو، مي اوما نقيين. ماشي انت جاي كتهضر مع البنت شي حاجه في سنانك ماشي معقول. وني داك الشعر شحال يكون مقاد ومشوط اوما، ما كنطلبوش شي حاجه ولا ما كانش عندك شعر قرعو هانيه
المهم يكون نقي ومقاد. بحال هكا عندي الشعر شويه الريحه 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 كتلعب واحد الدور كبير. الريحه مي ماشي اي ريحه، حسيتك الروائح اللي تجلطوا لكل شيء كي هذا موضوع مهم. الريحه ديال العبار ولا لا يونا ماخ سوفاج يونا يونا والريحه ديال العبار ياك. لا لا هذوك ما هضروش عليهم هذوك باسكو الروائح سانتيتيك من بعد كتبدا ملي كتبرد كتولي كتشم راه شي حاجه ماشي هي هذيك كتملي بالكم المهم شي حاجه كتضرك في نيفك دوكو كيبان ملي كتكون شي حاجه فيك كتبان راه فيك. ما عرفوكم دو سوفاج وكي هي زوينة الصراحة، هي زوينة ولكن شنو هذا كلشي دايرها عرفتي شحال زوينة ملي كتلقى شي واحد داير شي بارفان وديستينغ ديالو كتشمو فيه غير هو كتولي الا شميتي قنت واحد اخر كتفكر ديك لا بيرسون فهمتي. باغ كونتخ الى دو سوفاج هو راه كلشي دايرها فين هو الاستثناء في الموضوع حقا في الكوتي عاوتاني ديال الغليظ رقيق طويل قصير هذيك كل وحده وبريفيرونس ديالها الصراحه. ولكن سمعت باللي البنات كيعجبوهم هذوك الدراري اللي عندهم كرينش واش بصح زعما البنات كيسميو دوك الدراري اللي عندهم كرينش ولا شويه غلط كيقول لك دبدوب ما عرفت كيقول لك ديما كنسمع في ودني كيقول لك كيبان حنين على البنات كيبغيو الحنين دخلنا عليك بالله لا 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 سمحي لي لا البنات ما كيبغيوش حنين البنات كيبغيو الباد بوي خلي شوف سا ديبون على الفئه العمريه ونقول لك دابا جينزي الجينيراسيون اللي طالعه ديال البنات ديال 2000 بنات 2000 كيتسمى لا سمحي لي دابا تشرحي لهم جينيراسيون زي شنو هي. المهم جينزي جينيراسيون زاد هما دوك اللي مزودين من 1997 ل 2007 هادو كيتسماو جينزي اللي قبل منهم من 1989 1996 هادوك هما الميلينيالز اللي هما حنا احنا وهما عالمين مختلفين متناقضين هذه خصني نهضر عليها لا ضروري 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 نهضروا عليها باش نشوفوا شنو الفرق ما بين لي دو جينيراسيون. والبنات كيبغوا داك الطويل بحيث بزاف ديال الدراري مثلا كيقولك انا قصير انا هادي البنت بصح هاد القضيه ديال الفرق كتلعب دور حتى هي البنت جينيرالمون اي بريفير دري طويل جينيرالمون كاينين بعض الاستثناءات اللي مع كيقول لك الشورت كينغ شورت كينغ هو هذاك اللي كتقال على اللي كيكونوا قصار متايقين في راسو شي دابا هاد العيبات راه جداد راه هنا فين غادي نجي شوف الاخوان راه هادشي فهمتي سمحوا لي ولكن راه شي حاجه دابا خصنا نفهموا واحد القضيه دابا البنت من الاخر كديها في الفيزيك اكثر ولا الشخصيه ديال الدرع من الاخر اول حاجه كتشوفها فيزيك يعني كذوب حاجه انت حبك انت ظريف لحقه هذه لا واش البنت كتشوف فيزيك زعما زوين خايف في الديبار هي اول امبريسيون اول حاجه كتشوفها هي فيزيك والواعره البنات ما كيخدموش بحال الدراري وعلاش كيبان لك زعما البنت الزوينه كتاخذ واحد الخيب ولا ديفاز شي جاي نقول لك ان فات البنت ملي كتشوف شي واحد بعض المرات سي دي ديتاي صغار كيديروا شي واحد واخا يكون ما جبنيش واخا يكون ماشي ستيل ديالها ماشي بريفيرونس ديالها غير شي ديتاي كتقول مثلا عجبني كيف كيقيس وجهه شحال من مره سمعناها شحال من مره سمعنا هذا البلان كي سي دي ديتاي صغار كيدار ولا عجبوني مثلا كتافو راه داكشي علاش كنقول مثلا كتافو كي انا حتى حتى لي كومبورتمون ملي كيكون واحد خايب كيكونوا في كريسا لا هذا دي كومبورتمون مي انا كنقول لا بروميير امبريسيون ايوا لا بروميير امبريسيون سي جينيرالمون فيزيك راه حتى الدراري نفس البلان واش انت البنت المره الاولى راه غادي تكون تاثيرات عجباتك بشي حاجه فيها سبيسيال لا حنا كنشوفو الدراري الشخصيه على مين يا سطا خوت واحد الاضافه اللي هي صغيره بزاف الخوت راه هادشي ديال لي تري فيزيك راه عادي جدا راه ضروري البنت تكون عندها هذا تري فيزيك في دماغها اللي كيعجبها في داك الدري بلا ما يبقى يقول لا حق الشخصيه لا راه البنت اول امبريسيون كتاخذ على الدري هو كيدير فيزيك ديالو اللي غتكون على العكس ديال هاد الهضره راه مايمكنش ربي اللي خلق فينا هاد الغريزه هادي باش تكونوا واقعيين البنت عندها هاد تري فيزيك دماغها كتبغي داك الدري يكون زوين يكون هادي باش تكونوا واقعيين راه بعض المرات كتبقى البنت طايحه في دري حيتاش زوين كتبقى معاه لا كاركتر عنده لا شخصيه عنده كيبقى شخصيته خايبه كيعاملها خايب ولكن حيتاش زوين حيتاش ديك لامبر
لوكاسيون الاولى اللي خلاتها طيح فيه هي اللي خلاتها تبقى معاه. حاجه زوين حاجه جهاد. تكونوا واقعيين، الفيزيك يلعب رقم واحد عند البنت. يعني الا كنتي خيب وكذا راه ما غاتشوفش في البنت نهائيا، الا كنتي زوين وكذا راه غاتشوف في البنت والله زوين بالعاده. كيجيو لك شي لافار ديال الشخصيه، ما كنتي ما زوينش صعيب البنت طيح فيك اصلا ما غاتشوفكش الا الا كان عندك فلوس. او ثاني ماشي واحد البوابه اخرى اللي خصها هو يكون واحد الخيب كملو ما زوينش كملو شي مكملات اخرى، ولكن اصلا ما غاتعجبك لانه اصلا خيب. I'm gonna go to the hospital.